مصر فازت؟ ايه ده؟ ايوه خبر جامد ده. مصر تفوز على غينيا بهدف مصطفى محمد في الدقيقة 87 من المباراة في الجولة الأولى من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم الإفريقية. كوت ديفوار 2023، تصفيق حاد. سقفة. مصر الحقيقة عملت ماتش حلو. الكل واحنا بنتفرج بره قبل ما ندخل الحلقه كان بيتكلموا على، انا ما ادعيش ان انا راجل فاهم كوره قوي يعني، على قدي قدر الامكان، لكن احنا لعبنا حلو. وبالمناسبه انا كنت حتى بتكلم مع صديقي وزميلي العزيز عبد الله صبري، واحنا بنتكلم عنه بقول له يا عبد الله انت ليه مش مهتم بالماتش؟ قال لي انا محبط، ده بسبب نتيجه ماتش الاهلي والوداد، وانا مش شايف ان ده يؤدي الى اي احباط على الاطلاق. الاهلي ما شاء الله ما شاء الله متعود على المكاسب والفوز، جلت مره ما يجراش حاجه. وبالمناسبه لما تيجي تشجع الاهلي، ودي برضو كده ايه يعني في ودن اخواتي الزملكاويه اللي زي حالاتي، الرياضه ما فيهاش تعصب بالمناسبه، ولما تشجع الاهلي وهو بيلعب قدام الوداد عمليا انت مش بتشجع بس الاهلي، انت بتشجع الكره المصري. فما ينفعش تبقى فرحان ان الاهلي ما كسبش، ما ينفعش. يعني شيء انا في رايي يرفض العقل، وان كانت اللغه تستطيع الرفض لرفضته اللغه فلا تستقيم الجمله. ازاي افرح في انه نادي مصري ما كسبش؟ المهم هرجعك على يعني تاني، بس انا عايز اكد عليك ونسي عليك النبي، فكر فيها كده بالراحه. كوره مصري، كوره يد، كوره ميه، كوره سله، كوره الريشه، اي حاجه، نادي مصري بيلعب قدام نادي غير مصري، ينفع لو اتهزمت تبقى مبسوط لمجرد انك انت بتشجع النادي المنافس ليه؟ ينفع؟ مش منطقي يعني بالعقل كده. المهم هرجعك على بقى النهارده. فعبد الله قال لي يا عم انا مش، انا خلاص فقدت الامل. قلت له عبد الله احنا نعمل ايه كزملكاويه؟ ده احنا بقينا لما بنكسب انت مش متخيل يعني، ده احنا ممكن نذبح عجل فيها. المهم فتفوز او يفوز النهارده المنتخب المصري. المباراه دي تحديدا امام غينيا هي المباراه الاولى في ايد، لو صح تعبير او تحت اداره بتعبير اخر، ايهاب جلال كمدير فني لمنتخب الفراعنه المصريين. طبعا زي ما انتم عارفين انه ايهاب جلال تولى اداره الفنيه لمنتخبنا الوطني بعد ما كارلوس كيروش يعني انهى تعاقده، بعد ما للاسف ما كان لناش حظ في التاهل لنهائي كاس العالم. خلونا ناخد معانا على التليفون ناقدنا الرياضي البارز صبري سراج. اهلا اهلا اهلا. مساء الفل يا استاذ يوسف. مساء السعاده عليك. مساء عليك وعلى كل جمهورك. مساء الجمال. انت اهلاوي ولا زملكاوي؟ لا انا اهلاوي معروف يعني مش اقدم. هل معقول انك، هل لو افترضنا الايه معكوسه وان الزمالك هو اللي بيلعب قدام الوداد والزمالك اتهزم، هل هتفرح كاهلاوي؟ بص هو يعني الموضوع طبعا في اقاويل كتير وفي اكتر من شق ممكن نتكلم فيه. يعني في ناس بتشوف ان في اصلا منافسه ما بين الانديه وبعضها على الرياضه الافريقيه يعني، فمن هذا المنطلق هم ما بيحبوش ان الطرف الثاني او المنافس بتاعه يتفوق عليه. ما هو مين اللي يوصل للنهائي؟ اللي يوصل للنهائي نشجعه. وفي ناس زي حضرتك بيشوفوا لا، اللي بيوصل النهائي او بيمثل مصر هو بيمثل الدوله فهو زيه زي المنتخب، فاحنا لازم كلنا نقف وراه. انا مش حقيقه مش هقدر اقول لك مين صح ومين غلط لانها وجهه نظر في الاخر، انما الاكيد ان احنا كل الناس لازم تكون ملتفه حوالين منتخب مصر. يعني فكره ان انا احبط عشان الاهلي اتغلب فما شجعش المنتخب دي الحقيقه انا ما بفهمهاش يعني وما بستوعبهاش. المنتخب فوق كل حاجه والمنتخب هو اللي لازم كلنا الحقيقه نلتف وراه، اهلاويه زملكاويه اتحادويه الناس كلها، ده منتخب بلدنا هو ده اللي بيحمل اسم مصر. ففكره ان انا اكون محبط عشان النادي بتاعي ما وفقش في بطوله فانسحب من تشجيع المنتخب او ما يبقاش فارق معايا، ده الحقيقه اللي انا ما بستوعبوش وما بفهموش. والله يا صبري لقيت زميلي اسمه عبد الله صبري بالمناسبه، لقيت عبد الله صاحبي، ده صاحبي كمان الزميل، باصص في الموبايل كده ومحبط. قلت له عبد الله انا يعني مش معاده، قال انا محبط جدا بعد هزيمه الاهلي. هو الحقيقه يعني الاهلاويه كلهم محبطين يعني، مش يعني حاجه مش هنجمل الكلام، الاهلاويه كلهم محبطين وكان املهم في تحقيق الثالثه على التوالي وال11، انما ما حصلش نصيب، خلاص صفحه واتقفلت
النهارده عندنا منتخب مصر، فده موضوع تاني خالص وهو الاهم في كل حاجه. فالحقيقه ان احنا لازم نكون موجودين كلنا ورا منتخبنا ونسانده بقوه، لان دي مرحله جديده نتمنى ان هي نكون موفقين فيها يعني. طيب بالمناسبه بقى هنا، ايه رايك في الماتش بتاع النهارده في اطار مهم، اول ماتش الإيهاب جلال؟ طبعا هقول لك على حاجه، اولا نحمد ربنا على النتيجه الحمد لله، وانها بدايه موفقه كنتيجه. الاداء ما كانش منتظر ان احنا نقدم مباراه قويه، الراجل لسه مجمع اللعيبه من 4-5 ايام فما لحقش يوصل فكره للعيبه. المباراه اللي بتكون بالشكل ده في بدايه مستهل مشوار جديد مع مدرب جديد، بتكون انا بشوف ان هي 80% لعيبه 20% مدرب. اللعيبه هي اللي المطلوب منها في مباراه زي دي ان هي تشيل المدرب، وان هي تقول للمدرب احنا معاك وهنلعب بكل قوه عشان نطمنك على المرحله الجايه، لان الراجل فعليا ما لحقش يشتغل. فاللي انا شفته النهارده ما كانش فيه الحميه الكافيه الحقيقه، ودي حاجه ازعجتني جدا، ان ما كانش الرهان على ان اللعيبه المحترفين وبالذات لان هم فيما عدا محمد صلاح خلصوا الموسم من بدري شويه، فعندهم فتره او شويه راحه، مش مستهلكين مثلا زي محمد صلاح اللي هو لحد الاسبوع اللي فات كان بيلعب، ولا لعيبه الاهلي اللي هي لحد من 5 ايام كانت بتلعب. فكان الرهان على اللعيبه دي تحديدا ان هي تقدر النهارده تفوق المنتخب، وخبراتهم والكواليتي الحقيقه بتاع لعيب منتخب مصر اللي هو افضل من لعيبه غينيا بكتير، وفي فرق في فروق كبيره ما بين المنتخبين. كان المفروض الحقيقه ان احنا النهارده نحقق نتيجه افضل من دي. الحمد لله خدنا الثلاث نقط، لكن العرض ما كانش بالنسبه لي على الاقل ما كانش بالشكل اللي كنت منتظره. وزي ما قلت لحضرتك انا ما كنتش مستني من إيهاب جلال حاجه، لانه الراجل لسه يا دوبك 4 ايام بيمرن المنتخب، او اول تجمع ليه يعني من 4 ايام، فمش منطقي خالص ان هو يقدر يوصل فلسفته وفكره للعيبه، وخصوصا ان هم طالعين من مرحله كارلوس كيروش اللي هي كان اداء دفاعي متحفظ لمرحله ثانيه خالص بتعتمد على البيلد اب وعلى الهجوم، وشكل مغاير تماما لاسلوب وطريقه اللعب اللي المنتخب لعب بيها في الفتره اللي فاتت. فهو الرهان بالنسبه لي النهارده كان على اللعيبه مش على المدرب. بس نرجع ونقول الحمد لله خدنا الثلاث نقط، ودي بدايه موفقه على الاقل على مستوى النتيجه يعني. طيب غير انك برأت الاهلي خلاص كده وطلعته بره المعادله، واصله كان بيلعب ومنهك ومش عارف ايه، فشيلتنا ما لا نستطيع حمله لوحدنا، بس ماشي. لا ما اقصدش يعني انا النهارده مثلا شايف ان حمدي فتحي كان اميز لاعب في المباراه يعني، وهو لاعب النادي الاهلي وهو شارك في اللقاء، انما كنت اقصد ان في يعني زي ما شيلتش ايهاب جلال المباراه، وزي ما قلت ان محمد صلاح ما شيلوش المباراه دي لانه لسه لاعب من كام يوم، فلعيبه الاهلي برضه كانت بتلعب من كام يوم، فكان الرهان على اللعيبه اللي هي شويه فريش ان هي يبقى في حميه وتلعب بشكل اجود من الشكل اللي احنا شفناه النهارده. لكن ارجع واقول لك مثلا حمدي فتحي النهارده وهو لاعب النادي الاهلي كان افضل لاعب في المباراه. ماشي، تبرأت الاهلي وخليت فتحي هو احسن لاعب، شكلك اهلاوي متشدد يا صبري. على كل طبعا اكيد مجرد مداعبه، لكن على كل اكيد لنا يعني المزيد من الاحاديث حول المباريات القادمه.